والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. تبتدئ هيئة العدل المنتظر حلقتين من حلقات فقه الصوم، نبتدئها الليلة مع سماحة السيد ياسين الموسوي، ونستكملها ليلة غد إن شاء الله. سماحة. الحمد لله وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحديث إن شاء الله تعالى حول أحكام الصوم، ونحن دائما نحاول أن نتعرف على أحكام الصوم، وهذا أمر جميل بل واجب علينا، لأنه يتوقف الالتزام بالحكم الشرعي الواجب علينا على تعلمها. لكن أحببت أن أشير في البداية إلى بعض نكات الآية الكريمة، آية الصوم، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية فيها جوانب متعددة يمكن البحث فيها. أولا، خطابها بيا أيها الذين آمنوا، هذا الخطاب يدخل السرور على قلب المؤمن، يفرح المؤمن. يا أيها الذين آمنوا، خطاب من رب العزة والجلال إلى خلقه، إلى الفقراء إليه، إلى عبيده. كتب عليكم الصيام، فيه نوع من الرقة في الحديث. لم يقل في الآية الكريمة فرض عليكم الصيام، أوجب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام. الكتابة نوع من أو لفظ من ألفاظ الوجوب، أيضا يستفاد منه الوجوب، وكأنه قد قضي الأمر. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لا تستوحشوا من تشريع الصوم في دينكم، فإنه قد كتب على الذين من قبلكم أيضا. هذا يشير إلى جنب أخرى، أن هناك بعض التشريعات الإلهية لم تثبت لشريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وفقط، وإنما هي ثابتة في كل تشريع إلهي. كل الأديان السماوية فيها صوم، وإن اختلف في تفصيلاته، اختلفت في تفصيلاته وجزئياته، إلا أنه الصوم ثابت في كل الشرائع. وهذا يشير إلى ملاك في هذا التشريع، وهذا الملاك لا يأبى عن الترخيص في تركه. الصلاة مثلا هذه ثابتة في كل التشريعات. لماذا؟ لأن فيها ملاك قوي، ملاك شديد، فيها مصلحة شديدة، فيها ما وراء. نعلم أن الله لا يشرع شيئا إلا إذا كان فيه مصلحة للإنسان. هكذا الصوم يتأكد، لأنه كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون، إذا جاءت لعل في القرآن الكريم، هل هي تفيد ما تفيده في اللغة العربية؟ لعل يقولون من أدوات ماذا؟ ترجي في اللغة العربية، أن ترجو شيئا، لعل فلانا يأتي، لعل كذا يحصل.
مع الخطاب الإلهي، هل الله يعني يقول لعل يمكن تتقون؟ لا، يقولون إذا جاء في الآيات الكريمة يفهم منه ويعرف منه أن الله سبحانه وتعالى جعل الصوم من أجل التقوى. من نتائج الصوم، من ثمرات الصوم هو التقوى. فلا بد أن نتأمل في هذه الآية وفي هذه النتيجة. وإذا دخلنا إلى هذه المدرسة، مدرسة الصوم، مدرسة شهر رمضان، هل نخرج كما دخلنا أو نختلف؟ ندخل في أحكام الصوم. أحاول قدر الإمكان أن أختصر الحديث، لأن الحديث حول أحكام الصوم يطول جدا، إذا أردنا بكل تفصيلاته وتفريعاته لا تسعه ليلة. قال: أولا، الصوم هو الإمساك عما يأتي من المفطرات بقصد القربة. الصوم في اللغة هو الإمساك، يعبر عن الإمساك عن الأكل، الإمساك عن الكلام، سمونا صائم. لكن إحنا الآن اصطلاح شرعي، الصوم هو ماذا؟ إمساك عن ما يأتي من المفطرات بقصد القربة. عندنا مفطرات معينة يصوم عنها الإنسان، ولا بد أن يكون هذا الفعل قربة إلى الله تعالى. يقسم الصوم في الشرع إلى أقسام أربعة. تعلمون أن الأحكام التكليفية خمسة، لكن إذا كان في أمر عبادي فهي تكون أربعة. أمر العبادي يعني أن الله أمر به أو لم يأمر به، نهى عنه. فالصوم ينقسم إلى أربعة أقسام: واجب ومندوب يعني مستحب، ومكروه وحرام. أما الواجب فأيضا على أقسام كثيرة، أهمها صوم شهر رمضان، هذا أبرز أقسام الصوم الواجب. وكذلك عندنا صوم القضاء، صوم الكفارة، صوم بدل الهدي، صوم النذر وفاء للنذر أو اليمين أو العهد أو ما شابه ذلك، هذه كلها أقسام للصوم واجبة. أيضا عندنا صوم مستحب، كثير من مستحبات الصوم، رجب، شعبان، أول خميسية، أخير خميسية، الأربعة في النص، غيرها من الأيام التي تذكر في الرسائل العملية وغيرها من مستحبات الصوم، أنه يستحب فيها الصوم. كذلك عندنا صيام حرام كصوم العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. كذلك عندنا صوم مكروه، يقولون وهو بمعنى قلة الثواب هنا في العبادات، الكراهة بمعنى قلة الثواب، يقولون يكره لمن كان في عرفات ويضعفه الصوم عن الدعاء أن يصوم، هذه من موارد كراهة الصوم. الصوم من ضروريات الدين كما تعلمون، عندنا بعض الأحكام ثبتت بضرورة الدين، لا يحتاج فيها إلى رواية وآية ونبحث فيها، هذه التي هي من ضروريات الدين منكرها مرتد، إذا استلزم إنكار النبوة والرسالة فهو كافر، وإذا كان مرتدا عن فطرة فيقتل. عموما ندخل في أول عنوان، عندنا مجموعة من العناوين أذكرها سريعا، عندنا أحكام يوم الشك، وعندنا شرائط وجوب الصوم، وعندنا أحكام النية والمفطرات، ولا أتصور أننا نحتاج إلى الكفارات وغيرها، إلى المفطرات إن شاء الله ننهي البحث. أحكام يوم الشك، ما هو يوم الشك؟ هو اليوم المتردد بين كونه في بداية الشهر من شعبان أم من شهر رمضان، وفي نهاية شهر رمضان هل هو من شهر رمضان أو من شوال. فعندنا يومين شك، يوم في بداية الشهر ويوم في نهاية الشهر. ما هي أحكام هذا اليوم؟ بأي نية يصومه المكلف؟ الآن اختلفوا العلماء، اليوم ما يندر ثبت الهلال لو ما ثبت، يوم ثاني قالوا ما يندر هذا يوم من شهر رمضان يعني ثبت،
لو هو من شعبان وما ثبت زي ما أدري أنا حين هذا يوم شك بالنسبة إلي أتردد متردد بين كونه من شعبان أو من شهر رمضان فبأي نية أصومه؟ يقولون لا يخلو من أحد أربعة فروض، إما أن تصومه من شعبان أو أن تصومه من شهر رمضان أو أن تصومه مرددا بين كونه من شهر شعبان أو من شهر رمضان أو مرددا بين الوجوب والاستحباب، كونه واجبا فبها ونعم أو كونه مستحبا من دون عنوان شعبان أو شهر رمضان. بعض هذه النيات تصح وبعضها لا تصح أو إحداها لا تصح. النية الأولى أني أصوم يوم الشك على أنه من شعبان استحبابا، استحب صيام شهر شعبان، أنا هذا ما لم يثبت عندي أنه من شهر رمضان، لا زال يوم شك، قلت أنا أصوم على أنه من شعبان، بعدين قالوا ثبت أن هذا من شهر رمضان، يقولون يجب على الإنسان أن يجدد النية ويستمر. إذا ما قال بعد هذا الإنسان ما التفت على أنه من ثبت من شهر رمضان يقولون صومه صحيح. فإذا الحالة الأولى إذا نوى الإنسان أنه من شهر شعبان فاتضح أنه من شهر رمضان صومه صحيح، صومه في ذلك اليوم صوما صحيح. الفرض الثاني أن يصومه على أنه من شهر رمضان، يقولون هذا الفرض غير صحيح، يعني يبطل صومه لأنه يوم شك، هذا الآن يوم شك ما أدري هو من شهر رمضان أو من شهر شعبان، يقولون لا يجوز أن تنويه أنه من شهر رمضان، إذا نويته أنه من شهر رمضان يقولون لا يصح ويبطل ذلك اليوم. الفرض الثالث أن يصومه بنية الأمر الواقعي المتوجه إليه، بمعنى أنه ينوي به امتثال المأمور به الواقعي في علم الله سبحانه وتعالى، والذي لا يخلو إما أن يكون واجبا أو مندوبا. يقولون هذه الصورة يصح صومه، أصوم شهر هذا يوم الشك أقول ما أدري أنه من شهر رمضان لو هو من شعبان لم يثبت عندي، أصوم بأي نية؟ أقول اللي عند الله في اللوح المحفوظ وش هو اليوم، هذا اللي في اللوح أنا أنوي بهذه بها، أنوي أنه ما في علم الله، إن كان واجبا فبها ونعم وإن كان مستحبا أيضا بها ونعم، هذه النية مسوغة وصحيحة وصومه صحيح إذا ثبت أنه من شهري رمضان أو من شهر شعبان، خب ما في فرق بعد. الصورة الأخيرة أن يصومه بنية الترديد، إن كان من شعبان كان مستحبا وإن كان من شهر رمضان كان واجبا، هذه النية أيضا صحيحة وصومه صحيح. هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى هي أحكام يوم الشك. النقطة الثانية هي شرائط وجوب الصوم، وهذه الشرائط معروفة خصوصاً ما يسمى بشرائط الكمال، العقل، البلوغ، والقدرة، هذه لابد أن تكون مجتمعة في كل تكليف من التكاليف، أن يكون الإنسان بالغاً، عاقلاً، قادراً على الصوم. هنا أيضاً شرائط إضافية، الحضر، لا يجوز للمسافر أن يصوم، بل لابد أن يكون مقيماً 10 أيام أو في بلده في وطنه، لا يجوز من المسافر ولا يصح منه الصوم إلا في بعض الصور والحالات الاستثنائية. الحالة الأولى بالنذر، لا أنا أريد أصوم مثلاً أيام البيض وأنا في مشهد مثلاً وأنا مو رايح 10 أيام وش أسوي؟ يقولون لك تقول لله علي، لأن حدث كذا أو ما حدث كذا، لله علي لأصومن 3 أيام في السفر أو الحضر، ما يحتاج بعد لازم تقول في السفر،
في السفر أو الحضر. خب وفاء لهذا النذر تستطيع أن تصوم في الحضر وتستطيع أن تصوم في السفر. فإذا رحت إلى أي بلد حتى لو ما أقمت 10 أيام تصوم 3 أيام عادي. جيد، هذا المورد الأول. المورد الثاني يقولون لطلب الحاجة في المدينة المنورة أن يصوم 3 أيام، والسيد السيستاني يقول احتياط وجوبي بأن تكون الأيام 3، 4، 5 وجمعة. هذا المورد الثاني الذي يستطيع الإنسان أن يصوم في سفره. المورد الثالث هو مورد الآية الكريمة الذي لا يستطيع أن يذبح في ميناء، يقولون له ماذا؟ أن يصوم بدل الهدي. الآية الكريمة مو حافظنها لكن بمضمونها تقول ماذا؟ تصوم 7 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. فعموما هنا 3 أيام يصومها في وين؟ في السفر. فعندنا استثناءات للصوم في السفر، لكن في شهر رمضان في غير شهر رمضان من دون هذه الموارد الثلاثة لا يستطيع الإنسان أن يصوم صوما واجبا أو صوما مستحبا أيضا، لا يصح منه الصوم، لا يتأتى منه الصوم. فالبلوغ، العقل، الحضر، عدم الإغماء، أن لا يكون الإنسان مغمى عليه طوال النهار، أن لا يكون مريضا مرضا يشق معه الصوم بمقدار بمستوى لا يتحمل عادة. مو واحد مريض ينقلون واحد يقول أنا عيوني ما باصم. عيونك وش دخلها يعني؟ ما لها ربط، ربطها بعيد يعني. واحد عيونه ما يصوم أو واحد فيه شمخ في رجوله يقول أنا ما باصم أنا مريض، لا، هذا مو مورد من موارد أن المرض مانع من الصوم. المرض الذي يشق معه الصوم بحيث لا يتحمل عادة. النقطة الثالثة، انتهينا من شرائط الوجوب، أتصور واضحة. الصبي لا يجب عليه الصوم، غير البالغ لا يجب عليه الصوم. نعم يصح منه، يقولون يحصل الثواب، لكن لا يجب عليه، ويفضل تمرين الصبي على العبادة خصوصا في الصلاة وكذلك أيضا في الصيام. لابد أن يعني لازم نعود أولادنا على الصوم. وصل إلى مرحلة عمر 10 سنوات ولو تخليه نص اليوم يصوم، وهل أم جرة كل ما يكبر سنة يصوم لقريب للعصر لقريب المغرب شوي شوي يعني، لكنه ليس واجبا. خب العقل أيضا واضح، عندنا جنون إدواري وعندنا جنون إطباقي. المقصود به هنا بالدرجة الأولى الإطباقي، المجنون الإطباقي يعني الذي ليس له حالة إفاقة، على طول مجنون، هذا لا يجب عليه الصوم. أما الإدواري فيقولون إذا كان وقت الصوم ووقت عقد النية مفيقا، يعني بعده ما شو اسمه ما ضربت فيوزاته، يعني إذا كان بعده المجنون الإدواري يعني له حالات، حالات فيها مفيقا وحالات يكون فيها يعني مجنونا، فيقولون هذا إذا تأتت منه النية استطاع أن يستحضرها، استطاع كذا ولم يستوعب وقت الصوم يصوم. إذن إن شاء الله تكون واضح شرائط وجوب الصوم، لا نطيل فيها. ندخل في أحكام النية، أحكام نية الصوم غاية في الأهمية هذه الأحكام، لأن كل عمل متقوم بماذا؟ بالنية. واحد بيقول أنا صمت من دون نية ما تركه، أو أنه في نهار الصوم ينوي القطع أو القاطع كما يقولون، أيضا فيه مشكلة، ينوي أنه يقول أنا هذا الماء أشربه الآن، يقولون نوى القاطع، الماء قاطع لنية الصوم من المفطرات، القاطع هو المفطر، أو نوى القاطع قال أنا تدري اليوم ما بصوم، يقولون هذه الثواني اللي قال فيها ما بصوم
تخلل يوم الصوم فراغ من دون نية، يقولون هني مبطل. النية شلون متى أنوي نية الصوم؟ يقولون لكل قسم من أقسام الصوم نية خاصة به، وقت خاص بنيته. الآن الصوم المستحب شهر شعبان الآن أو رجب أو أي يوم في الحياة في غير الأيام التي الواجبة أو المحرمة، صوم مستحب، متى نيته؟ متى وقت النية؟ هل هو لازم قبل صلاة الصبح أو قبل أذان الظهر أو حتى لو قبل لحظة من أذان المغرب؟ يقولوا حتى لو لحظة قبل أذان المغرب، أنا اليوم نايم من أذان الفجر أو من بعد صلاة الفجر خلنا نقول إلى أذان المغرب، إلى قبل أذان المغرب بدقيقتين أو دقيقة وتعيد. يقولون أنت لا قد غديت، لا تريكت، لا أكلت شيء، لا هدا، باقي دقيقة عن أذان المغرب. يقول إذن صمت، توا قايل أنا صمت أذن، يقولون لك ذاك اليوم محسوب لك. نية الصوم المستحب موسعة جدا، من الفجر إلى الغروب، إلى ما قبل الغروب بلحظة، حتى بس تتأتى لك النية، تأتت لك في دقيقة، في نص دقيقة، في ثانية، في ثانيتين، يكفي هذا المقدار وتصوم ويأذن ويحسب لك ذاك اليوم أنك صمت. هذا في الصوم ماذا؟ المستحب. أما في الصوم إيه؟ الصوم الواجب، الصوم الواجب أقسام، عندنا صوم قضاء شهر رمضان وعندنا صوم شهر رمضان نفسه. قضاء شهر رمضان يقولون يمتد وقت النية إلى الزوال، إلى أذان الظهر تقدر تنوي، بعد أذان الظهر ما تقدر تنوي. واحد عليه قضاء شهر رمضان لازم يرتب وضعه قبل أذان الظهر، يقدر يبدل، يحط، يشيل، يصوم ما يصوم، هذا قبل أذان الظهر. بس بعد أذان الظهر مشكل، جيد، في صوم قضاء شهر رمضان. أما في صوم شهر رمضان وهذا المهم، هذا الذي ينبغي أن نتوجه إليه ونلتفت إليه، متى تكون نية شهر رمضان؟ أنا الآن بصوم أول يوم من شهر رمضان، متى أنوي؟ أحسنتم، قبل أذان الفجر، لغير المسافر للقاعد في بلده وكذا لابد أن يكون ناويا قبل أذان الفجر. خب الآن ندخل في شهر رمضان، احنا قاعدين نتكلم عن نية شهر رمضان. بعض الأسئلة حول نية شهر رمضان، السؤال الأول، هل يجب التلفظ بالنية؟ لا يجب، لا يجب التلفظ بنية أي عمل عبادي. نعم يقال أنه يستحب في أصل الحج، أصل إحرام الحج، بقية الأشياء لا يجب فيها التلفظ. مو كل ليلة واحد يجود روحه ويقول أصوم غدا من يوما من أيام شهر رمضان لوجوبه قربة لله، هذا ما يحتاج، هذا الكلام كله لا نحتاج إليه. لا يجب التلفظ ولا يستحب التلفظ بالنية، بنية الصوم. هذا واحد. السؤال الثاني، هل يجب إخطارها؟ يعني أستحضر في بالي النية أني أصوم غدا؟ لا، بعد ما يحتاج المقدار، ما لداعي، يكفي هذا المقدار هو الواجب وهو اللازم، يكفي أن يكون الداعي إلى هذا الفعل هو امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. هذا شلون تعرفه؟ إذا جولك سألوه فلان باكر بتصومه؟ يقول إيه باصوم، بعد واجب شهر رمضان ما أصومه، باصوم. هذا مجرد منبه على أن النية موجودة، قصد موجود في القلب، هذا المهم في الموضوع. سؤال آخر، هل يجوز أن ينوي الإنسان أن يصوم صوما مستحبا أو كفارة أو قضاء أو غيره في شهر رمضان؟ لا، لا يصح، لا يصح غير صوم شهر رمضان في شهر رمضان. واحد يجي بصوم مستحب أو كفارة أو قضاء شهر رمضان أو أي شيء آخر، لا يصح منه أن يصومه في شهر رمضان. أو واحد يقول يلا خلنا مرة واحدة،
لأنه مجموعة من الفقهاء يقولون يجب على الولد الأكبر أن يقضي ما فاته ما فات أباه من صلاة أو صوم مما كان يتمكن منه ولم يصليها فحاول أو لم يصومها. فالآن هذا الولد الكبير يقول يا الله مرة واحدة نصوم عن الوالد شهر رمضان، نقول لك لا مولاي، شهر رمضان لا يقع من الإنسان نفسه إلا صوم نفسه عن نفسه لشهر رمضان. سؤال مهم آخر، هل تكفي نية واحدة لكل شهر رمضان؟ أنا أدري أن هذا شهر رمضان إن شاء الله إذا الله قدرني وكنت في صحة وعافية وحي أرزق أنا أصوم هذا شهر رمضان، فما يحتاج كل ليلة أحاول أني أقول بكرة بأصوم أو أستحضر النية أو مسألة أن يكون الداعي موجود. يقولون يكفي نية واحدة لكل شهر، من بداية شهر رمضان أنا أصوم هذا الشهر كله قربة لله امتثالا لأمره قربة لله، هذا جدا مهم في كل العبادات لابد أن يكون قربة لله تعالى. النقطة الرابعة حول أحكام النية أيضا، يجب استدامة النية إلى آخر النهار من الفجر إلى الغروب إلى أذان المغرب، لابد أن تكون النية هنا مستدامة مستمرة. يقولون الاستدامة هنا استدامة حكمية ارتكازية، مو لازم استدامة تحقيقية، يعني أنا قاعد أصوم هذا اليوم إن شاء الله أصوم هذا اليوم كل حين أصوم هذا اليوم، لا ما يحتاج. استدامة حكمية أن تكون مثل ما قلنا قبل قليل المنبه عليها، أنه واحد يسألك في نص النهار يقول لك فلان صائمة، يقول لي إيه صائمة. هذه النية الحكمية التقديرية تقديرنا أن النية موجودة في القلب جيد، هذه لابد أن تكون مستمرة لا أن تنقطع مثل ما قلت قبل قليل، واحد ينوي القطع أو ينوي القاطع أو يتردد في القطع، يقولون حتى المتردد في القطع في الصوم مشكل، ما أدري أصوم ما أصوم، هني هذه هل لحظتين أو الثلاث لحظات أو الثواني أو نص دقيقة، هذه بدون نية. لابد أن يكون هناك استدام استمرار لهذه النية. النقطة الخامسة، هذه تأتي في طيات البحث لكن أيضا تخل، قد يقول قال تخل بالنية أصل النية. النقطة الخامسة يقول إذا تناول المفطر، تناول المكلف المفطر بعد طلوع الفجر معتقدا بقاء الليل فهنا صورتان، واحد قعد صلاة الفجر طاول سندويشة وأكلها مهل شوي اللي هو طلع اللي هو الوالد قاعد يصلي يعقب بعد ما يصلي، ها وش السالفة؟ قال أذن يا ولدي من هي نص ساعة من ربع ساعة، فهني وش حكمه؟ يقولون لا يخلو، إما أن يكون مراعيا أو لا، ساعات الواحد يقعد طالع الساعة يتصوخ الأذان وطالع إذا كان يعرف الفجر الصادق من الكاذب طلع شاف الأفق مثلا، يقولون إما أن يكون مراعيا أو ليس مراعيا، إذا كان مراعيا إيه هذا ما عليه، طالع الساعة طلع راح المسجد ساعات تصير لا إمام الجماعة ولا المصلين، يوم من الأيام ما تدري وش صار الكل نايم في الفريق أو شيء، المهم هو طلع شاف الوضع شاف أنه لا ما صار وأكل بناء على شنو؟ بناء على أنه راعى والتفت وتوجه وبحث وما شابه ذلك. يقول حال المراعاة صومه صحيح ولا شيء عليه، أما في حال عدم المراعاة ومن دون الاستناد إلى حجة شرعية من أذان ثقة أو إخبار عدلين على طلوع الفجر فالحكم حينئذ الإمساك والقضاء دون الكفارة، عليه القضاء حينئذ دون الكفارة الذي لم يراع. الفرض الثاني بالعكس، هذا صلاة الفجر، الفرض الثاني صلاة المغرب، هذا بعد كان نايم العصر قعد شام الدنيا مظلمة ما أدري هو للستارة ما
متينة أو شيء، المهم حسب أن أذن المغرب من شدة النوم وكذي وجوعان جود لك قلاص ماي وشرب. هذا الحين وش حكمه؟ أيضا يأتي الكلام إذا كان بسبب خارجي، مثلا السماء اليوم مغيمة وظلمت الدنيا بسرعة، فهو عادة هذا الجو يعني أذن المغرب، لكن سبحان الله اليوم طلع ما أذن المغرب. إذا كان في السماء علة من غيم أو غيره فصومه صحيح. أما الفرض الثاني يقول إذا لم يكن في السماء علة من غيم وغيره فيجب عليه القضاء والكفارة، لأن الأصل أنه لم يؤذن المغرب، فلا بد أن يبحث ويرى، وعليه حينئذ القضاء والكفارة. الآن ننتقل إلى البحث الأخير وهو الطويل ومحل الابتلاء، وهو المفطرات. ما هي المفطرات؟ قلنا أن الفقهاء يختلفون 9 أو 10. إذا دخلنا الارتماس صارت 10، أخرجنا الارتماس فتكون 9. الأول والثاني هما الأكل والشرب، هذا واضح. الأكل والشرب سواء كانا معتادين أو غير معتادين، في أشياء ناكلها سندويش وأكل وعيش وتمر وماء، هذه الأشياء متعارفة. لكن زين لو أن إنسانا أكل ترابا أو رملا وما شابه ذلك مو متعارف، هل يفطر؟ يقول نعم يفطر، سواء كان هذا الطعام وهذا الشراب متعارف أو غير متعارف مفطر. زين واحد بيقول لا بس شوي كذي، بس حبة شكر صغيرة، نقول حتى حبة شكر صغيرة مفطر. حتى بعض الناس متعودين إذا بيصفح صفحة يسوي كذي، هذا المقدار أيضا مفطر. إذا المرأة بتحط الخيط في الإبرة تحطه في حلقها أول شيء وبعدين تحطه مرة ثانية، إذا حطته ودخل إلى حلقها أيضا هذا المقدار لا يغتفر سواء قليل أو كثير. نعم في استثناء أنه للذائقة فقط، يجوز للمرأة فقط بتشوف الطبخة استوت لو ما استوت، صارت زينة لو ما صارت زينة، مالحة لو مالحة، بمقدار الذائقة فقط في طرف اللسان، هذا المقدار مستثنى. لكن أن يمص الإنسان شيئا ولو كان قليلا، إصبع سواك مثلا، حط المسواك يحطه ورد طلعه ورد يحطه، مشكلة. هذا جاء بلعاب أو بريق جديد، هذا مشكلة. فالأكل والشرب سواء كانا قليلين أم كثيرين، معتادين أو غير معتادين. النقطة الأولى في هذا المفطر أو هذين المفطرين الأكل والشرب، هل يجب التخليل ليلا؟ هل يجب على كل واحد إذا تسحر لازم يغسل أسنانه بفرشاة المعجون؟ لو ما يجب، يقولون من حيث المبدأ لا يجب، لا يجب تخليل الأسنان من بقايا الطعام، ولو دخل الطعام سهوا في فمه في حلقه في باطنه، يقولون إذا كان سهوا لا يكون مفطرا. يقول نعم لو علم أن تركه يؤدي إلى ذلك وجب عليه التخليل. لو واحد يدري أنه الحين ما كله أكل دسم وهذه البقايا إذا تبقى يوم ثاني لازم يبلعها تدخل، يعني يقولون يجب عليه تحرزا من عن أن تأكل، يجب عليه من باب المقدمة العلمية كما يقولون أن يبلع، أن يغسل أسنانه ويخلل أسنانه. فالتخليل من حيث المبدأ لا يجب، ولكن إذا توقف صحة الصوم وعدم دخول شيء إلى بطنه على التخليل يجب التخليل. الفرض الثاني أو النقطة الثانية في هذا الأمر، ما يصل إلى الحلق من غير الفم وموضع المعتاد للأكل، يصل إلى جوف الإنسان أحيانا سائل معين من دون الفم أو ما شابه ذلك،
يقولون يعني السيد السيستاني بالخصوص يفتي في هذه الحالة أن الدواء إذا صب في الجرح أو القطرة في العين أو الأنف أو حتى هذا بخاخ التنفس إذا كان في مجرى التنفس لا في المريء يقول هذا مو مفطر. ما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق كصب الدواء في الجرح أو الأذن أو العين حتى لو وصل إلى جوف الإنسان لا يفطر، لا يفطر. واضح؟ زين. السؤال الآخر، ما يصل إليه بإحداث منفذ لوصول الغذاء إلى الجوف. أحيانا الإنسان عنده مشكلة في الحلق فيتسوون يدبرون لبيب معين شيء ويدخلون للأكل من جهة ثانية، هذا يختلف عن ذاك الصورة الأولى، هذا مفطر. صحيح أنه لم يدخل من عن طريق الحلق إلا أنه دخل من موضع آخر يقوم مقام الحلق، حينئذ هذا مفطر. يقول لو أن إنسانا، فرض من الفروض، إنسانا تمكن من إدخال الأكل بالاستنشاق، نفترض واحد دا يتنفس مثلا يقدر يدخل الأكل، هنا يقول أنا ما دخلت من جهة الفم أو الحلق، من دخلت من جهة ثانية، نقول هذا مفطر لأنه أكل وشرب. الآن بالنسبة إلى الوريد المغذي السيلان، السيلان هل هو مفطر أو لا؟ هذا موضع خلاف كبير بين الفقهاء. أنا كان عندي يعني شيء أقدر أبين آراء الفقهاء لكن لضيق الوقت ما تمكنت من الاتيان به. يقول إدخال الدواء كالمغذي بالإبرة في العضلة أو الوريد لا يفطر. سيد السيستاني الوريد وغيره لا يفطر، أما غيره من الفقهاء يقولون إذا كان في الوريد مفطرا، بس السيد السيستاني يقول سواء كان في العضلة وهو ظاهرا بعضهم أيضا يقول لا غير مفطر، العضلة أمرها هين، أما في الوريد هني الخلاف، السيد السيستاني يقول غير مفطر. فكل هذه الأدوية اللي نستعملها القطور والسيلان والبرا وغيرها السيد السيستاني عنده غير مفطر. جيد، خب قلنا بالتقطير الدواء في العين والأنف والأذن غير مفطرة. الآن بالنسبة إلى أخلاط الرأس، أخلاط الرأس هل هي مفطرة إذا نزلت إلى فضاء الفم وبلعها الإنسان أم لا؟ أكثر الفقهاء يقولون إذا نزلت أخلاط الرأس وبلعها مفطرة، خصوصا ولا سيما إذا جاءت إلى فضاء الفم، هذه أخلاط الرأس التي تنزل إذا نزلت إلى فضاء الفم مشكل إذا بلعها الإنسان. يجوز ابتلاع ما يخرج من الصدر، هذا ما لم يصل إلى فضاء الفم، أما إذا وصل إلى فضاء الفم فينبغي إخراجه وإن كان عدم ابتلاع في حال وصوله إلى فضاء الفم. السيد السيستاني ظاهرا حتى إذا وصل إلى فضاء الفم احتياط استحبابي. سؤال يطرح نفسه الآن بالنسبة إلى هذا الريق اللي عند الإنسان، هل يجوز ابتلاعه أو لا يجوز؟ يجوز، حتى لو كان كثيرا يجوز ابتلاعه ما دام هو لم يخرج عن الفم ولا زال من جسم الإنسان وليس شيئا خارجيا يجوز. يقولون أن تذكر الأشياء الحامضة يزيد الريق في الفم، فلو واحد اتذكر شيء حامض وصار ريقه واجد هل يجب عليه إخراجه؟ لا، لا يجب عليه. يجوز له بلعه؟ نعم يجوز له ابتلاعه. خب مسألة النسيان واضحة، إذا نسى الإنسان في نهار شهر رمضان وأكل أو شرب هل يخل بالصوم؟ لا يخل، كما يقولون رزق ساقه الله إليه، واحد نسى أنه صايم
ممكن هذا يصير في أول أيام الصوم وجود قلاص الماء وزخ، فهذا صومه ما في أي مشكلة إذا كان عن نسيان. زين، إذا تمضمض الصائم دون ابتلاع شيء فهل يبطل صومه؟ لا يبطل صومه. لكن هني مسألة، لو تمضمض الإنسان وسبقه الماء ودخل، وش الحال؟ يقولون يفرقون بين هذه المضمضة للتبريد لولا لوضوء واجب، إذا كان لوضوء واجب لا شيء عليه، إذا كان من أجل التبريد فسبقه ودخل فهنا عليه القضاء. إذا تمضمض لغير الوضوء للتبريد مثلا فسبقه الماء إلى جوفه من غير قصد بطل صومه ولا كفارة عليه، يكون إفطار ولكن من دون عمد، فذاك اليوم يروح عليه. إذا تمضمض للوضوء فدخل الماء إلى جوفه من غير قصد لا يبطل صومه، واضح؟ إذا كان لوضوء، خصوصا إذا كان لوضوء واجب هذا أوضح صورة. المفطر الثالث، المفطر الثالث ليس محل ابتلاء لكثير من الشباب والصبية، وهو تعمد المقاربة، نترك الحديث عنه. الرابع الكذب على الله ورسوله، والأئمة عليهم السلام والسيدة الزهراء على الأحوط استحبابه. ما هو المقصود من الكذب على الله؟ أن يفتري الإنسان على الله شيئا، واحد مثلا خطيب أو شيء قال الله تعالى ويجيب آية من جيب الشريف مثلا، أو يأتي بحكم ويسنده إلى الله، أو برواية كذبا عن الرسول صلى الله عليه وآله، فهنا مشكل. من مفطرات الصوم هي هذه، من ضمن الأمور اللي البعض يمكن خطباء مثلا أو مشايخ بعضهم يتحرج أنه في نهار شهر رمضان يجيبه، زي خب همية لا يجوز الكذب على الله وعلى رسوله والأئمة في نهار شهر رمضان وفي الليل وفي كل أيام السنة، يعني مو فقط نتحرز مثل بعضهم يعني يقول أنا ما أشغل أغاني في نهار شهر رمضان في الليل عادي، لا، الغناء حرام في نهار شهر رمضان أو في ليله أو في غيرها من أيام السنة. كذلك الكذب على الله وعلى رسوله دائما وأبدا حرام، ولكن هنا هو من المفطرات. عموما قد يكون الأمر دينيا وقد يكون الأمر دنيويا، كلاهما مفطر، سواء كان لأمر دنيوي أو لأمر أخروي، حتى لو كان من أجل مثلا تريد أن تخوف الناس في النار مثلا وتجيب أن الله قال كذا، الرسول قال كذا، هو ما قال، أيضا لا يجوز. إذا قصد الصدق فكان كذبا. ما أدري، أنا قريت رواية في كتاب معين، كتاب معتبر في مجمله، كتاب لعالم كبير، فجيت بهذه الرواية وقلتها، بعدين قال لي هذه الرواية ضعيفة، لا سندها صحيح، لا دلالتها صحيحة، لا كذا، شلون أنت تقولها؟ تقول أنا اللي اعتمد على الشيخ فلان أو على الكتاب الفلاني. في مثل هذه الحالة ليس مفطرا، هو أراد الصدق وتصور أن هذه الرواية ثابتة، بعد ذلك اتضح أنها لا كذب، فحينئذ صومه صحيح. نزل له العكس، واحد قصد الكذب وطلعت صدق، مفطر له مفطر؟ مفطر، لأنه نول قاطع. من المفطرات الكذب على الله ورسوله، وقلنا لو واحد الحين قدامه قلاص ماء يقول أنا هذا أشربه، يقولون مدام نول قاطع هذا قاطع للصوم، صومه فيه خلل، النية فيها خلل. الحين هذا قال أنا أكذب على الله ورسوله، أجيب آية من جيب الشريف أو آية أو رواية جابها، بعدين طلعت صدق فيه، طلعت فيه رواية بهالموضوع مثلا صدفة،
يقولون مفطر. جيد. أيضا فرض آخر، واحد ما وياه أحد ولا قاعد ويا أحد، هل يفطر صومه لو كذب على الله على رسوله وقاعد في الحجرة بروحه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله، وجاب رواية من جيب الصفحة على العراقية هذا، إذا جابها ما حد سمعه صومه صحيح أو باطل، يقول احتياط وجوبي ببطلان صومه سواء كان هناك مخاطبا أو لم يكن مخاطب، أو ساعات هناك مخاطب لكن ما يفهم له، تقعد في إيران جبت لهم رواية بالعربي كلهم عجل لا ترجمت ولا شيء ما فهموها، هل يبطل صومك؟ نعم يبطل صومك. أحيانا في فروض متعددة للكذب على الله وعلى رسوله، أحيانا أنت ما قلت، واحد قال الرواية، ونفترض واحد فاطر وكل شيء، واحد جاب رواية وقال لك قالها رسول الله وهي تعلم أنها كذب، تقول نعم مفطر، أو الرسول صلى الله عليه وآله قال رواية صحيح الرواية، واحد قالها لك يقول لا ما قال، كذبت على الله وعلى رسوله، أنت ما تلفظت بنص الرواية ولكنك صدقتها أو كذبتها، وهنا تصدق أو تكذب، يعني إذا كانت هي ليست ثابتة وصدقتها يعني كذبت على الله وعلى رسوله، ثابتة وكذبتها كذبت على الله وعلى رسوله أو على رسوله. جيد. أو أنه واحد قال في غير شهر رمضان أو في الليل، نفترض في الليل في شهر رمضان قال رواية، يوم ثاني قال كذبت وهي الرواية صحيحة، فهنا يفطر. أو بالعكس قال رواية كاذبة في الليل وفي النهار قال صدقت تلك الرواية صادقة، هنا في نهار شهر رمضان كذب فمفطر. زين الآن إحنا عندنا أشياء مكتوبة، جيك رواية في الواتساب طرش هالفلان، جيك رواية ولا تدريش فيها وطرش هالفلان، ثابتة وثابتة مضامينها صحيحة مو صحيحة، فيقولون أن الكذب على الله وعلى رسوله ليس فقط بالقول حتى بالمكتوب، جوت ورقة وقلم كتبت قال رسول الله كتب كذبت على الله مثلا. جيد. فلا فرق بين مكتوب أو غير مكتوب. خب في مقام التقية ما في مشكلة، لو أن إنسان اضطر أنه يعرف أن رواية عن أبي هريرة أو غيره ويعرف أن النفس مو النفس معصوم، يعني عموما يعلم بأن هذه الرواية غير ثابتة، لكن حطوه في موقف في المدرسة وفي الجامعة وفلان وكذا، أو اليوم هالتكفيرين أو غيره، اقرأ هاي الرواية قل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو فلان، قال رسول الله، فهنا لتقية لا يبطل. سؤال مهم أيضا، هل الكذب على الفقهاء والمراجع أيضا مفطر أو لا؟ يقولون لا ليس مفطر، مع أنه حرام الكذب على فقيه أو على غيره، فلان سيد فلان قال لي كذي، هو ما قال له كذب، حرام على الفقهاء أيضا حرام ولكنه غير مبطل. يعني الآن مثل المقام، يعني جبت فتوى من جيب الشريف والسيد ما قالها مثلا، هذا أيضا حرام ولكنه غير مفطر. الخامس من المفطرات عند أكثر الفقهاء مشهور الفقهاء الارتماس، ارتماس رمس الرأس في الماء، سيد السيستاني يقول كراهة شديدة، والمدار ما هو؟ المدار هو دخول الرأس في الماء، لو دخل كل البدن بس ما دخل الرأس مو مفطر، لكن لو دخل الرأس وما دخل كل البدن مفطر، المدار هو رمس الرأس وهو من الإخفاء، رحم الله امرئا أعد لنفسه واستعد لرمسه وعرف من أين وفي أين
وإلى أين؟ أمير المؤمنين عليه السلام يقول الرمس هنا المقصود منه استعد لرمسه، يعني لقبره، وجه النسبة أو الكناية أو التعبير عن القبر بالرمس لأنه يخفى فيه. هنا أيضا رمس الرأس يعني إخفاء الرأس في الماء، أن يحتوي الماء كل الرأس. والمقصود هنا مو الشعار، نسمي هذا الرأس، لا الرأس بكل بهذه إلى الرقبة، ليس فقط مقدار الشعر. لو دخل الإنسان قدر دخل مثلا هذا النص وبعدين دخل هذا النص وبعدين دخل هذا الربع وبعدين هذا الربع، هذا مبطل؟ يقولون لا مو مبطل. إذا كان الحين واحد بروحه ما في مشكلة. الحين الرشاش اللي نسبح فيه هل هو ارتماس؟ لا مو ارتماس، حتى لو الماء صار على الرأس بس يبقى أن الرأس مو مغمور كله تحت الماء، واضح؟ فإذا الارتماس من المفطرات عند أكثر الفقهاء. على السيد السيستاني يقول مكروه كراهة شديدة، فاللي بيروح برجه في رمضان لا يدخل جسمك الليل، إذا هو في الليل خب يقدر ياخذ عنده روحه طبر ويس وغيره، بس في غير شهر في نهار شهر رمضان مقتضى الاحتياط أيضا أن لا يدخل الإنسان ورأسه كله في الماء، سواء دفعة أو تدريجا. بعد واحد بيطب رويس مرة واحدة ويدخل رأسه، أو واحد لا بيطب ينزل من الدرج وهو داخل بعد يجي عليه الماء، في النهاية أن لا يكون الرأس كله تحت الماء. المفطر السادس تعمد إدخال الغبار الغليظ، وبعضهم يقول أيضا الدخان الغليظ. خب عندنا غبار غليظ وعندنا غبار رقيق. الغبار الغليظ السيد السيستاني يقول من باب كونه قد يكون أكلا، فإذا دخل الإنسان إلى حلقه تعمد، مو واحد مثلا اضطرارا داخل أو قاعد في مكانه وجهوى قوي أو جغبار قوي أو شيء، هذا خمو متعمد. واحد متعمد شوفه هني غبار ويروح ويدخل هذا الغبار الغليظ إلى حلقه، في مثل هذه الحالة مفطر على الأحوط وجوبا. أما غير الغليظ الغبار الدقيق، ما أدري الجغائر هو الدقيق لو إيش، بس الظاهر دقيق يعني قاعد صوب واحد يشرب جغارة، هذا الدخان اللي يطلع ما أتصور غليظ يعني. بالنسبة إلى نفس الشخص يمكن أن يكون، بس إلى غيره ما أدري. عموما كل غبار غير غليظ لا يكون مبطلا. زين لو واحد تعسر عليه في ظرف معين صار غبار غليظ وما يقدر يجود روحه، ما يقدر يسك حلقه او ما شابه ذلك، يقول لا باس بما يتعسر التحرز عنه عاده كالغبار المتصاعد باثاره الهواء. النقطه الثالثه في هذا المفطر يلحق به البخار الغليظ مع اجتماع الأجزاء المائية ودخولها في الحلق. قلت السيد السيستاني هنا يتحدث عن الغبار، يقول من باب كونه أكلا، إذا صار غليظ صار كأن أكل. يقول حتى البخار الغليظ، بخار الآن قاعدين يطبخون سوى المحلبية لو شيء يطلع بخار كأنما، هذا إذا كان بكثافة ووصلت أجزاؤه إلى الفم وكأنه أجزاء مائية، مثل إذا فاتح القدر وطالع تطلع منه نقاط، هذه أجزاء مائية تحول البخار إلى ماء، في مثل هذه الحالة أيضا يكون مفطرا. النقطة الرابعة، أحيانا يكون الغبار من شيء حلال وأحيانا يكون الغبار من شيء حرام، لا فرق، من تراب رمل لو من أي شيء آخر، قاعدين يكنسون مثلا حبيبات أو شيء مال شيء محرم، في النهاية هذا الغبار سواء كان من شيء محللا من شيء محلل أو من شيء محرم مبطل. الخامس شرب الأدخنة، التدخين مبطل أيضا على الأحوط وجوبا. بعض الفقهاء يقولون أن الجغائر مو مفطر، بس مع أنهم يعني في نفس هذا الفقيه مثلا
يفتي بحرمة الججاير ولكن يقول أنه غير مفطر. خب هذه التي مرت علينا المفطرات والتي سوف تأتي مأخوذ فيها العمد التعمد، أما غفلة سهوا ما شابه ذلك فليست مبطلة، كما مر علينا في الأكل والشرب أيضا إذا كان سهوا ونسيانا غير مبطل. هذا أيضا السابع من المفطرات هو تعمد البقاء على الجنابة، الإصباح جنوبا بعبارة أخرى، مو أن الواحد يحتلم في النهار هذا ما يبطل الصوم، أن يدخل أذان الفجر وهو على جنابه متعمدا. ها لو واحد أجنب في الليل ونام ليس متعمدا ومن عادته الجلوس وما شابه ذلك ولكنه لم يجلس قهرا جبرا فمثل هذه الحالة غير مفطر. أما إذا تعمد يعلم أن عليه غسلا ولم يغتسل ونام وهو يعرف من نفسه رأسه ثقيل إذا حط رأسه ما بيقوم، هذا النوع من الناس لازم يغتسل قبل ما ينام لأنه يعلم أنه إذا نام سوف يصبح وهو على جنابه، فهذا يعتبر متعمد البقاء على الجنابه. في هذه في هذا المفطر تسع نقاط. النقطة الأولى يختص هذا الحكم بشهر رمضان المبارك، الآن شعبان رجب واحد عليه جنابه، هل يجب عليه أن يغتسل قبل طلوع الفجر؟ لا لا يجب عليه، يجوز أن يبقى إلى طلوع الفجر على جنابة ويصوم ذلك اليوم، فيختص هذا الحكم بشهر رمضان وقضائه وقضاء شهر رمضان. أما غيرها من أقسام الصيام الواجب والمستحب فهذا الحكم لا يشمله، يستطيع الإنسان أن يعني لو طلع عليه الفجر متعمدا وهو على جنابه يستطيع أن يصوم ذلك اليوم. النقطة الثانية لو لم يكن عن عمد كما قلنا الآن فصومه صحيح، هذا ما تعمد البقاء على الجنابة قاهرا جبرا مر عليه وجلس صباحا هو من نفسه موقت الساعة والتلفون وغيره لكن بعد غلبه النوم والنوم سلطان وقعد الصبح وهو مجنبا فلا شيء عليه يغتسل ولا شيء عليه يصوم ذلك اليوم. جيد. النقطة الثالثة في المفطر السابع لا يبطل الصوم واجبا أو مندوبا معينا أو غيره بالاحتلام في نهار شهر رمضان. قلنا الآن لو احتلم الإنسان في نهار شهر رمضان لا يجب لا يعني صومه صحيح ولا يجب عليه الإسراع في الاغتسال. جيد مباشرة يقوم يغتسل لكن أيضا ليس واجبا. زين هل يلحق غسل مس الميت بغسل الجنابة؟ واحد توفى عندهم ميت في الليل ومسه بعد أن برد وقبل أن يغسل يقولون عليه غسل مس الميت. زين هذا صاحبنا نام وقعد الصبح عليه غسل مس الميت، هل نلحق هذه المسألة بمسألة الجنابة؟ لا لا تلحق، فاستطيع الإنسان أن يصبح وعليه غسل مس الميت. جيد الآن شخص أجنب نفسه متعمدا وقبل أذان الفجر وهو يعلم أن الوقت باقي نص دقيقة، يعلم أنه لا يتمكن لا من الغسل ولا من التيمم عن الغسل، فهذا يلحق بالمتعمد على البقاء على الجنابة. بعد صورة واضحة، واحد يدري أنه بعد شوي الفجر بعد شوي أذان الفجر باقي دقيقتين ويجنب نفسه متعمدا ويعلم أن الوقت بعدها بعد أن يجنب نفسه لا يستطيع لا يغتسل ولا يتيمم، فهذا متعمد البقاء على الجنابة. النقطة السادسة واحد نسى غسل الجنابة يوم أو أيام بعد من شدة التعب نسى أن عليه غسل الجنابة
ولا اغتسل وقعد من الصبح وتسبح، نفترض ما اغتسل، تسبح أو شيء وراح المدرسة وراح الشغل وجا ونسى الموضوع يومين ثلاثة، بعدين قال تعال ديك الليلة أنا ما اغتسل، نقول له بعد راحت من شيء سنة، بعد ما يمكن أن يكون صوم من دون طهارة، فعليه قضاء تلك الأيام، ولكنه حيث أنه ليس متعمدا فلا كفارة عليه، عليه القضاء دون الكفارة. الفرض أو النقطة السابعة، لأن هني نقاط طويلة شوي، براحتكم. طيب الله يحفظكم سماحة السيد وبارك الله فيكم. طبعا نفتح المجال للمناقشة لمدة 10 دقائق. في عندنا مجموعة من الأسئلة، أحدهم يسأل هل من الأفضل الإفطار بعد الأذان قبل الأذان مع يعني دخول الوقت؟ الأفضل، والسؤال جيد، إنه الأفضل ما هو مستحب، الأفضل أن يؤخر إلا إذا كان الصوم يتعبه، مثل ما قلنا قبل شوي أنه يكره صوم يوم عرفة لمن كان في عرفة ويضعفه الصوم عن الدعاء. هنا أيضا يأتي واحد تعبان دايخ وتقول لا أجل الفطور إلى بعد الصلاة، أي صلاة هذه ما بيصير فيها توجه. فأما إذا كان حالة طبيعية لا متعود عادي طبيعي، يعني خصوصا الجماعات في شهر رمضان ما تعوب، يعني الأذان يأذن والشيخ يقيم دقيقتين ثلاث مخلصين المغرب بدون نافلة بعد ناس واجد ويصلون العشاء. إذا كان بهذا المقدار الأفضل أن يؤخر الإفطار على الصلاة، لأن ساعات بيني وبينك دا بسرعة تأكل بطنك يخلط وما تصلي عدل. هذه بعد أحدهم سؤال آخر يقول ما ارتباط الصوم بالآية الكريمة واستعينوا بالصبر والصلاة؟ هل هناك ارتباط للصبر؟ وهل تقديم الصبر على الصلاة يعني أن هناك أفضلية للصوم أم ماذا؟ يعني واضح أن السائل ملتفت إلى هذه الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام أن الصبر في هذه الآية هو المقصود منه الصوم، واستعينوا بالصبر والصلاة جاء في الرواية عن أمير المؤمنين أن الصبر هنا المقصود منه الصلاة، أو فلنقل مثال من أمثلة الصبر هو الصوم. يعني من فوائد الصوم له آثار نفسية، آثار اجتماعية، آثار مختلفة على المستوى الروحي على المستوى البدني، صوم وتصح. كذلك الصوم يقوي إرادة الإنسان، احنا الله سبحانه وتعالى حرم علينا هالمفطرات، هي مجرد تمرين، داخلين دورة يعطونا تمارين انك تقدر تجود روحك. اذا جودت روحك عن هالمفطرات الحين المفروض بعدها تقدر تجود روحك عن اشياء اخرى. فهناك علاقة وثيقة بين هذه الآية وبين الصلاة والصوم، وان الصبر هنا هو المقصود منه الصوم، او مثال من أمثلة مصداق من مصادق الصبر هو الصوم، أن يمسك الإنسان يجود روحه. فبس أن التقديم فيه نكتة الأفضلية هذا ما أشوف يعني له وجه. صحيح أحيانا كثيرة أن التقديم له هذا الوجه، هنا يمكن للأهمية من حيثية ما من جهة الاستعانة، وأن الصبر رأس الإيمان، وأنه لا إيمان لمن لا صبر له ما شابه ذلك. نعم، لكن أفضلية الصوم على الصلاة واضحة جدا. سؤال آخر بالنسبة إلى الكفارة أطعام 60 مسكين، شلون يعني مقدار أطعام 60 مسكين؟ هذا يتفاوت بحسب، عندنا خب الإنسان إذا فطر في نهار شهر رمضان عليه إحدى الخصال الثلاث، إطعام 60 بالترتيب، أولا عتق رقبة، خب مو ترتيب يعني شرعي، مو حالة ترتب، مخير يعني ما في حالة ترتب، مو مثل مثلا
الذي يحلف حنثا مثلا يحلف وبعدين شو اسمه يقوم عليه صيام ثلاثة أيام، إذا ما قدر ينتقل إلى مرحلة الصدقة وغيره. لا هني مخير ابتداء، لكن يقولون هكذا عتق رقبة مو متوفر، الحين ما عندنا عبيد حتى واحد يعتق رقبة، إطعام 60 مسكين أو صوم شهر صوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين. واحد ما بيصوم شهرين متتابعين ولا في عتق رقبة فيتعين شنو؟ إطعام 60 مسكين، وهذا الظاهر هو المتاح واللي يسوونه أكثر الناس، ولا يوجد تحديد معين. أرى يعني أنا خب أنقل من هنا إلى إيران أو إلى فقراء في عدة دول، ألاحظ أنه دائما يحسبونها على هنا، لأن هني إذا بتطعم 60 مسكين يمكن تحتاج إلى مبلغ معين حكم العملة وكذا وغيره، وأنه لازم تجيب لك 60 مسكين وتدور لك أو الصندوق الخيري يعرف 60 مسكين. فما يوجد تحديد معين في هناك في إيران يحاولونها حسب الصرف اليوم، ما تصير واجد طبعا في المكاتب يعني الشرعية تتكفل بنقلها إلى العراق والإيران. المفروض فيه، المفروض فيه يعني بعض الناس متصدين لها الجانب، ولا أنهم قلة يعني. مساكم الله بالخير شيخ، كيف أحوالكم؟ عليكم السلام. بالنسبة إلى سؤالين، بالنسبة لأكل الناس، إذا شخص نسي وأكل في شهر رمضان، شخص يسأل يقول هل من الاستحباب أن يعيد هاي اليوم إذا هو ناسي، وشخص ثاني يقول إذا شاف واحد أنه ناسي وياكل، هني شنو وظيفته يعني؟ كلا الجوابين بلا يعني. الجواب الأول أنه واحد نسي وأكل لا يستحب، لا ليس واردا أصلا أنه يقضي. أما السؤال الثاني فلا لا يجب أن تعلم الناس بنسيانه لصومه. واحد ناسي وقاعد يأكل لا يجب عليه يقول له فلان تصايم، لا لا يجب. طبعاً في سؤال عن غطس الرأس في الماء تبين حكمه، لكن في شخص يسأل يقول واحد يعني بسد أدونه وبسد خشمه بيدخل في الماء، ما يكفي نفس الشيء، لا يكفي هذا المقدار. وإذا رمس رأسه أدخله أخفاه كله في الماء مفطر. طبعاً بالنسبة إلى الكذب على الله وعلى الرسول، في شخص يسأل يقول في فرق إذا شخص قال إن روي عن رسول الله ولو قال قال رسول الله، إن يختلف الحكم لو ما يختلف؟ نعم، إذا أسنده إلى غيره قال شفت في الكتاب الفلاني أو فلان قال أو روي عن طريق فلان أنه الرواية، أنا ما أقول روي صحيح، بس إذا قلت قال بضرس قاطع معتقدا بأنها قاله وأنت تعلم أنه لم يقله، فهنا هذا مورد الإفطار. سؤال آخر بالنسبة إلى شخص يسأل بالنسبة إلى الفريزر، إذا تفتح يطلع هذا الدخان، هذا شلون؟ قلنا إذا كان بخارا غليظا نعم يلحق، وتكونت منه أجزاء مائية يلحق حينئذ بالغبار الغليظ ويكون مفطرا. أما إذا لم يكن كذلك بس برودة وكذا غير مفطر. وأكل العلكة هل هناك تفصيل في أكل العلكة بدون حلاوة؟ واحد يأكل يقولون يجوز أكل العلك ما لم يكن فيه، ما لم تتفتت أجزاؤه ولم يكن فيه سكرا ونكهة وطعما وغيرها. يعني أنا ما أتصور أحد يقدر يحرز من نفسه أنه يأكل علك بكل هذه الشرائط، يضمن أن لا تتفتت ولو أجزاء متناهية في الصغر، قلنا أنه الأكل سواء كان قليلا أو كثيرا حتى حبة خردل أو أصغر، أيضا هذا معشار شو اسمه مفطرون. فيذكرون هذه المسألة أنه العلك إذا لم تتفتت أجزاؤه ولم يكن فيه سكرا ولم يكن فيه ما شابه ذلك كل هذه الشرائط يجوز أكله. يعني بعبارة ثانية يكون شيء يعني بس علك، يعني بس تمضغه أو يعني بأسنانك ولا يدخل شيئا، يدخل شيء إلى حلقه. طبعا السؤال الأخير بيكون عن السيد مرتضى، وقبل ما نروح للسيد في سؤال بالنسبة إلى الاستمناء في شهر رمضان. نعم هذا سيأتي إن شاء الله أنه من المفطرات.
هو محرم في غير شهر رمضان أيضا، وفي شهر رمضان من المفطرات، وسوف يكون إفطار على محرم. وعند غير السيد السيستاني والسيد الخامنئي يكون كفارة جامعة. السلام عليكم سيدنا، نشكركم على هذه المحاضرة الفقهية القيمة. بالنسبة سيدنا بخصوص الاغتسال غسل الجنابة، كان علي في شهر رمضان غسل جنابة، أنا بينما أنا أغتسل تقريبا وصلت إلى النصف وإذا بالأذان يؤذن، في هذه الحالة هل يجب علي يعني قضاء ذلك اليوم أم أنا في الاغتسال وخلاص انتهى ما علي؟ يعني أنا ما عندي اطلاع دقيق على المسألة، بس أقدر بحسب القواعد وكذا يمكن أن يقال أنه إذا بعد النصف الغسل، لو إلى النصف نعم خب لم يكن عن تعمد ضيق الوقت أو ما شابه ذلك، تعلم بضيق الوقت؟ إذا كنت تعلم بضيق الوقت يتعين عليك التيمم، ينتقل تكليفك من الغسل وأنت تعلم أن الآن في نص دقيقة ودقيقتين أو ثلاثة وأربعة وخمس ما تسع إلى الغسل على ما أوصل وأبدل وكذا، ما في وقت، لكن أقدر أتيمم، فتنتقل دورك تكليفك من الغسل إلى التيمم. بعد هني هذه تجي المسألة، هل أنت كنت ملتفت إلى هذه الحيثية أو لا؟ انتهت عندنا الأسئلة، بس في سيد علوي يصير الصيام يوم الشك برجاء المطلوبية؟ رجاء مطلوبية شو؟ رجاء أن يكون مطلوبا مستحبا واجبا. قربة لله مطلقا، يعني قربة لله إذا كان بهذا المقدار. إحنا قلنا أن اليوم الشك أهم شيء أنك ما تصوم بنية شهر رمضان، تستطيع أن تصوم يوم الشك بنية كونه من شعبان، كونه مستحبا، كونه الأمر الواقعي عند في علم الله، بس هذا هو اللي قلنا. قلنا إذا صمته بنية أنه إن كان من شعبان فهو مستحب وإن كان من شهر رمضان فهو واجب، هذا صومك صحيح إن شاء الله. رحم الله والديكم سماحة السيد وبارك الله فيكم. طبعا تستمر عندنا دورة فقه الصوم يوم ليلة غد إن شاء الله مع سماحة السيد ياسين الموسوي لاستكمال ما تبقى من أحكام الصوم، وآخر دعوانا